على الخط مباشرة نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا الدكتور زياد عاشور. أهلا وسهلا فيك. كيفك دكتور زياد؟ صباح الخير. يعطيك العافية. بالله. كل سنة ب 30 آب منحيي اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين كسرا، ب 31 آب ينتسى الموضوع وبترجع سنة جديدة تنرجع نحيي هاليوم العالمي. يعني شو الخطوات الجدية اللي ممكن تتخذ اليوم من بعد مسيرة طويلة من النضال والدموع واستشهاد طبعا أهالي المفقودين والمخفيين قسرا اللي صار؟ شو الخطوات الجدية اللي فينا نسلط الضوء عليها اليوم لحتى يسلك هالطريق مساره الأخير؟ نحن كهيئة وطنية، صحيح هذه العام الثاني، هذه السنة الثانية اللي بنحيي فيها هذه الذكرى، واللي عم تحكي حضرتك مدام نوال صحيح لجهة فشل السلطة بمعالجة هذا الملف، والدليل على ذلك أنه بعد هذه العقود الطويلة لازال هذا الملف منسي. الشيء الإيجابي اللي صار هو اللي هو تراكم إنجازات صارت قامت فيها لجان الأهالي وأهالي المفقودين والناشطين بهذا المجال، ولكن التحول اللي صار هو إقرار القانون 105/2018، قانون المخفيين والمفقودين قسرا بلبنان، اللي على أثره تم تشكيل الهيئة الوطنية اللي لنا الشرف نمثلها اليوم بتموز من العام 2020. هذه الهيئة اللي صار عمرها سنتين، اللي لسوء الحظ يعني عم تعمل بظروف الوطن العامي اللي حضرتك كل يوم بتسيريها وبتحكي عنها، هذا الوطن اللي عم يتهدد، اللي عم يتهدد أزمة كتير كبيرة ومعقدة ونكاد نقول أزمة وجودية. بظل هذه الظروف كمان عم تزيد الصعوبات بوجه الناشطين والأهالي بموضوع الموضوع المفقودين وبموضوع العمل على هذه القضية. واليوم هذا الشيء عم تواجهه الهيئة الوطنية بظل أكيد وضعنا العام بالدولة وبظل الإهمال اللي عم تتعرض له وعدم الدعم أو غياب الدعم من قبل السلطات الرسمية. في خطوات جدية انعملت يعني خلت هالملف يطلع إلى الضوء ويبشي بمسار، إنما في عراقيل كتير كبيرة عم بتواجهه. شو أبرز العراقيل اليوم؟ مع أنه يعني في بعض المسؤولين من وزاروا سوريا وأثاروا هالملف وقالوا ما في حدا عنا لنرجع نكتشف أنه في ناس طلعوا من هوليك وإجوا على لبنان. يعني اليوم على الصعيد الرسمي المحلي مش قادرين نوصل لمطرح. هل اليوم لازم نعول على الأمم المتحدة، على المجتمع الدولي لحتى ننهي هالملف اللي ذرفوا الكتار من الدموع فيه؟ نحن برأينا أنه المراهنة الأولى لازم تكون على الإطار القانوني الوطني وعلى الهيئة الوطنية اللي شكلت بموجب القانون 105/2018. أكيد هذا الشيء ما بيقطع الطريق على أي دعم ممكن يتقدم بهذا المجال من قبل الجهات الأممية، من المنظمات الدولية، من قبل السفارات والدول الصديقة لهذه القضية، ومن قبل الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني اللبناني. أكيد هذا الموضوع هو اللي وصلنا له اليوم، اللي عم نسميه نجاح بمكان معين، اللي هو إقرار القانون وتشكيل الهيئة الوطنية، هو تراكم لخطوات ونجاحات وإخفاقات صارت، ومن ضمنها مثل ما ذكرتي من ضمن الإخفاقات هو موقف السلطة بوقت من الأوقات إنه ما بقى في مفقودين، كل المفقودين توفوا وتعوا لحتى نصدر شهادات وفاة، كذلك مواقف بعض الدول بأنه نحن ما عندنا مفقودين. هذا الموضوع عرف إخفاقات، ولكن بنفس الوقت بعد كل هذه العقود، بعد كل هذه السنوات، نحن بعدنا عم نحكي بهذا الموضوع، والهيئة بعدها موجودة، والهيئة عم تبني مسارة خطوة بخطوة بظل هذه الصعوبات. بعتقد هيدا نجاح يعول عليه، ولكن مش لازم نستكين، مش لازم نوقف، مش لازم نقول نحن عملنا قانون وعملنا هيئة وخلاص صارت الأمور سهلة. لا، لازالت الأمور صعبة، لازالت التحديات ذاتها ولازالت الصعوبات ذاتها، ويجبنا كهيئة اليوم نحن نظهر ولاية الهيئة ونبين شو هو واجب الهيئة ونبعث إشارات موضوعية
إنسانية مطمئنة بكل الاتجاهات، ومد اليد لكل المعنيين للتعاون على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. يعني الهيئة على ما الوطنية يبدو الطريق شائق ومعقد يعني، وما في ضوء يعني بالمستقبل القريب، على أساس يعني هالسلطة ما بنعتقد إنه رح تقدر يعني تطلع هالملف من العراقيل اللي محوطته. إذا تسمحي لي مدام نوال، في نوعين من الصعوبات. في الصعوبات اللي عم نحكي عنها، هي الصعوبات اللي بنواجهها كلنا بهذا الوطن، هيدي الأزمة اللي عم نعيشها. في الصعوبات المتعلقة بغياب الدعم، يعني اليوم الهيئة ما عندها مقر، اليوم الهيئة ما عندها موازنة، ما عندها أموال، ما عندها موظفين. نعم بعد هيدي الهيئة من سنتين لهلا عم تعاني من هذا التهميش ومن هذا الإهمال. هيدا نوع من الصعوبات نحن عم نحاول نواجهها. نحن عم نشتغل بشكل تطوعي بشكل يومي، عم نشتغل مع السلطات المعنية بالدولة اللبنانية، مع مجلس الوزراء، مع رئاسة الجمهورية، مع وزارة المال، مع وزارة العدل، ومع الجهات الدولية اللي داعمة، مع الصليب الأحمر الدولي والسفارات، وعلى رأس السفارة السويسرية اللي هي الداعمة لهذه القضية. ولكن الشق الثاني من الصعوبات اللي أنا بحب ضوي عليه هو قبول هذه الهيئة ودعم هذه الهيئة من قبل المجتمع اللبناني على المستوى المدني، على المستوى الأهلي، وعلى المستوى الرسمي. وهون بحب أكد إنه الهيئة الوطنية ليست منا جاية لحتى ترجع تفتح صفحات الحرب إلا بما هو يلزم لكشف الحقيقة، إلى بما هو يلزم لجبر الضرر وإعطاء جواب لهؤلاء الأهالي اللي هن إلهم هذه السنوات الطويلة ناطرين، متروكين، مهمشين، ما حدا عم يسأل عنهم وما حدا عم يتعاطى بملفهم بطريقة مهنية، بطريقة موضوعية، وبطريقة جدية. الهيئة الوطنية عندها ولاية إنسانية إنها تبحث عن أجوبة لأسئلة الأهالي، تبحث عن الحقيقة. ولا أي استثمار سياسي ولا أي نكاية سياسية مقبولة إنه يتم التعاطي فيها تجاه الهيئة الوطنية، وإلا يعتبر هذا الأمر خيانة وطنية، يعتبر هذا الأمر خيانة دنيئة لهالقضية اللي هي بغاية السمو، بغاية القداسة، وبغاية الإنسانية. مشان هيك الرسالة اللي بدنا نوجهها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، ومن خلال منبرك مدام نوال، إنه الهيئة الوطنية عندها ولاية إنسانية فقط، مش جاية تفتح صفحات الحرب، مش شيء ما بغض النظر شو صار بالحرب، بغض النظر شو السرديات المختلفة لفصول الحرب اللي صارت، بغض النظر عن المسؤوليات. أكيد الحرب هو شيء بغيض، وأكيد الحرب هو شيء مرفوض، ولكن المرفوض أكثر واللي دنيء أكثر منه واللي بغيض أكثر منه هو إنه نحن نتجاهل نتائج الحرب، نتجاهل مصير مجموعة من نعم المفقودين قدروا ب 17,000. للأسف الدولة اللبنانية ما عندها طيلة هذه السنوات ما عندها إحصاء رسمي للمفقودين. هيدي هي الخيانة الكبيرة، هيدا الشيء اللي هو أفظع من الحرب الأهلية. وبالتالي الحرب الأهلية الأينالة حل قانوني من خلال قانون العفو، ومن خلال بناء الدولة، بناء المؤسسات، بناء المؤسسات الدستورية ما بعد الطائف. ولكن هذه القضية الإنسانية أهملت بطريقة بشعة جدا، علنا من خلال القانون 105 والهيئة الوطنية أنه نرجع نغسل هيدا العار عن جبين الوطن، شكرا. عن جبين كل مواطن. شكرا لك نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا الدكتور زياد عاشور.